الدولة يعتدوا على بيت غير بيتهم يا جماعة الخير. هذه رسالة للسيد عبد الملك الحوثي، والله لا نعم المقتول، والله هذا سبب القضاء، هذا سبب القضاء. انزلوا تزوير بقضاء تزوير يا عبد الملك الحوثي، اضبط حكومتك يا عبد الملك. هذا ما قال يهدوا بيتي يا عبد الملك الحوثي، ها هذه دولتك يا عبد الملك، هذه دولتك يا عبد الملك، وهذا بث مباشر، هذه دولتك بحقي بحي بصيرة. وقلنا لهم إذا طلع زيادة 1 سنتي يسلوا البيت، والله نخرج من داخله، ما معاهم حق داخله. يا عبد الملك الحوثي صف، احنا بحق الله دولة فاشلة، حكومة فاشلة، قانون فاشل. يا عبد الملك الحوثي صف، احنا من الدولة هذه يا عبد الملك، خاطبناكم بالله، هذه أرضي وبيتي، إذا طلع شبر ولا سنتي زيادة فخذوها مجان، والله لا أخرج من داخله، ما معاهم حق داخل، والله ما معاهم حق، والله ما معاهم حق. إذا معاهم حق هذه أوراقي، هذه أوراق، هات الأوراق، هذه معي أوراق، معي أوراق رسمية، ومعي كف خطاب، ومعي كف خطاب من الحكومة، ادوا لي أمركم يا جماعة الخير. البنوك، البنوك، البنوك شوفوا زيادة، البنوك شوفوا زيادة، إذا معكم زيادة والله لا أخرج، والله لا أخرج، إذا في زيادة بخرج. يا عبد الملك الحوثي، يا عبد الملك، يا جماعة الخير، يا عباد الله، ياخذوا حق الناس بالقوة، الإنسان الضعيف ياخذوا حقه بالقوة يا عباد الله. يا عبد الملك الحوثي صفنا احنا بحق الله، هذه بيتي، واقتحام البيت اقتحموا النساء داخل، هذا النساء داخل يا عبد الملك الحوثي، هذه حكومتكم، هذه حكومة ولا معهم امر توقف، هذا اوراقي، هذه اوراقي كلها جاهزة، جاهزة. القضاء فاسد، الشر القاضي بزلط، ورب العرش بزلط، يعني الانسان الضعيف يضيع حقه هنا. هذه رسالة لعبد الملك الحوثي. هذا رسالة لعبد الملك الحوثي. أنا معي أمر كف خطاب. يا عباد الله، ناسيتكم بالله، باطل في باطل. جبنا ما تخص جبنا. وهذا يجوب. وهذا يجوب. أمر صريح، أمر صريح من محكمة بني الحارث، محكمة بني الحارث، شوف لا يطلعوا من هناك. اعتداء على الأرض من المعتدي بصر، باسم من؟ شوفوا شوف الحكم حقكم، باسم من؟ باسم من؟ هذا القضاء يا عبد الملك الحوثي، هذا اللي توكلت البلاد يا عبد الملك الحوثي، اتوكلت وكلت وكلت فوقنا للصوبين، هذا يا عبد الملك الحوثي. باسم من الامر؟ هذه ارضي، باسم من الامر؟ هذه بصيرتي. البنو، 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 ما لكم اعتداء، تعتدوا على النساء، تعتدوا على كل شيء، نشتري حق الله، احنا نشتري من صوب الله. نسي ما نسي قارع دولة، والله ما نقارعكم، والله ما نقارعكم إلا بالحق، والله بالحق. وين علي محمد؟ وين محفوظ هذا الجبان؟ وين هذا؟ وهذا بث مباشر، العالم كله يشوف، يشوف دولة عبد الملك الحوثي إذا ما في صف. احنا نسي حكم الله، حكم الله. باسم علي محمد البيت، باسم من؟ باسم من الحكم؟ باسم من الامر؟ والله العظيم ما انا مسوي بحقي، والله ما انا مسوي بحقي، وانا معي ابكى في خطاب وبصيرتي، وقلنا للبنو اذا طلع 1 سنتي حرام طلق لاخرج انا وعائلتي من داخل البيت. يلا لو 1 سنتي البنو بيت اذا طلع سنتي، البنو اخربوا للبنو كلها يا اخي، يا اخي سرق، شعوا امر، شعوا امر، هذا تمام، ده واحد يلبن، يلبنوا احسنت، واحد زياده اخربوا، يلا
الأمر محمد المزور المزور بسم الله المزور يوقع على أرضي والله اسمه المزور يوقع على أرضي أي حقه على كيف يهدموا على كيف ومجود المصبية قالوا ما بدك حقه على القاضي ونف قاضي ها يا جماعة الخير ها شوفوا الحق لا ونوصل بدولتنا شوفوا الحق لا ونوصل يهد بيت 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 يا جماعة الخير بيت ما معهم شام والله العظيم ما ينفع لكم إلا هذا ولا خرطتم الأواني علينا بحقي والله لا أموت والله لا أموت بحقي ورب العرش لا أموت بحقي لا خرطتم الأواني عبارس نازل شاموت هنا هذا حقي هذا حقي يا جماعة الخير ها شرطة نسائية ويعتدوا على النساء كم قصنا القاضي شعلوك والله ما معشي قلت نزل عبد رب الله أنا هاني عبد رب قلت نزل قلت العام مش وقف مش وقف يا أخي شوف يا أخي البنو يلبنوا لنا الصلاح السنتي والله العظيم اننا نازل من صلح عمارة وخارج من وسطها اقسم بالله الاخرب يلبنوا يشوفوا حق من ما دخلك شفت ما دخلك قدر بكفر الخطابة ما يشيش كفر الخطابة هذا ما تشتري لا تخرج بزلاط وإحنا دغري بنقول البن البيت إذا فيها صمت زيادة خرب والله لا نخرب والله لا نخرب والله لا نخرب لو في والله لو واحد صمت لا أخرج من داخل وخرج عائلتي الآن يلبنهم ويبصر الحكم على من هكذا نزل على طول أنا أتحدد يا علي محمد معه يدري علي محمد صاحب الأرضية على أمر وين القاضي ذا وين حكم الله وين ضيعتم حكم الله حكم صنعاء ضيع حكم الله دالة ضيعت دالة ضيعت الشعب دالة ضيعت الضعيف دالة ضيعت الضعيف ورينا رئيس المحكمة يا أخي قضاء فاسد لعبة ذوب الخلكة ما يشتو قاضي يحكم لك قاضي يحكم عليك يا أخي رئيس المحكمة خدمي على أهلك سنة عندي مرور وهذا أوراقها أوراق ولا عمل لي فائدها قصعها قصع الضابطة هذه أوراقي ها هذه دولتنا يا جماعة الله هذه دولتنا يا جماعة الله هذه الدولة حقنا هذه الدولة اللي تحفظ حق المواطن الدولة اللي تحفظ حق المواطن يا عباد الله هذه دولة تحفظ حق المواطن هذه دولة تسرق حق المواطن فيديو وثق كل شيء والله انه بث مباشر واذا ما يطلع ترند يا جماعة الخير واقسموا بالله لا يتقاضي القاضي ويحاسب واقسموا بالله لا يحاسب ويخرج حقي بالقوة انا ما معي الزلاط انا تعبت انا معي مشوار من بيتي للمحكمة وهم معاهم يضخوا انا ما معيش انا معي حق معي حق والله لا من داخله يا دولة صنعها يا عباد الله نازلين بذنوب نازلين بصلاة قاضي مرتشد قاضي مرتشد وأنا معي حكم 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 ينزل ولا صاحب البيت هذا يجي اللي أمر بالهد يجي
احنا قلنا يلبنوا يلبنوه، واذا طيحوا احصل دينا خارج انا وعائلتي يخرجوه بزلاط. والله لا متوسط حقي، والله لا متوسط حقي، والله لا يظهر الحق. ما هو بث مباشر، بث مباشر، والله انه واصل لكل الدول. يدروا حكومة صنعاء كيفيه، يدروا حكومة صنعاء كيفيه، بث مباشر. احنا مجهزين لكم كل شيء، مجهزين لكم كل شيء، لان احنا داري ما في الدولة، ما في منظمات. لا واحد ضعيف موتنا داخل البلاد هذه، لا واحد ضعيف موت داخل البلاد هذه، ما في كلمة حق. ها ها عم ظاهر يا اخي، شعة اوراقي الضابط، شعة اوراقي، ها اوري لك شعة اوراقي. قال ما يفعل، ايش اللي ما يفعل؟ ها عباد الله، انا اشهدك بالله عبد الملك الحوثي، احنا بدولة امن وامان او ماشي، يدخلوا يخربوا بس غير بيتهم. احنا بوك الله وكاك يا سيد، مسألة وكيل الأمة، وكيل على اليمن، اضبط شلالك، اضبطوا شلالكم. انا صاحب حق، ما انا صاحب باطل، والله العظيم ورب العرش ما يرتفع الا حق. اما باطل تحت الاقدام، الباطل تحت الارجل، والله ما يطلع الا الحق. هلا يا سيد عبد الملك، هلا يا سيد عبد الملك، انصف لنا يا سيد عبد الملك، انصف لنا، انصف لنا، احنا اصحاب حق، اصحاب حق احنا يا سيد عبد الملك. هذا بث مباشر، ورب العرش لا توصل كل القضيه هذه دوليه، دوليه، نحن امر. انزل البين، قلنا يا حبيب اسمع ولا تدي كلمه، انزلوا البنو اي صلاح واحد سلتي، خذ الارض، لكن انتم غير مرتسين بشوية ضغط. ما انا ما معيش، ما انا ما معيش، والله لا اموت وسط حقي، والله والله لا اموت وسط حقي. اللي وقع لكم على الامر الهد وينه؟ وينه؟ هو مزور، هذه ارضي، واللي هو رد عليه يهد بزلط. ما انا ما معيش، مسكين رحم الله صد. أنا خلاص فلست، ما عاد معي ولا ريال والله، ولا أنا حق سريعة، أنا حقي 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 لا متعبة. وهذا باطل الدولة، باطل الدولة اليمنية، هذه حكومة صنعاء يا سيد عبد الملك، يا سيد عبد الملك، الضعيف الصنعاء يموت واللي معه فاس يعيش. هذا الباطل، ها والله ما تقوم دولة على باطل، والله ما تقوم دولة على باطل، الدولة ما تقوم إلا بالحق. ها هذا الحق حقكم، ها هذا الحق يا سيد عبد الملك، هذا الحق، هذا الحق يا سيد عبد الملك. والله العظيم لا تقصوا سنين السنين ولا يصلح لكم حق إذا كان كذا القضاء، والله ما يصلح دولة إلا بالقضاء، والله ما يصلح دولة إلا بالقضاء. صوري انت من اللي نزلوا يهدوا.
يا سيدي عبد الملك والله العظيم والله العظيم انه حق المسكين يضيع داخل البلاد هذه يا سيدي حق المسكين يضيع يا سيدي عبد الملك هذا وين الحق وين الدولة وين الدولة معي وأوراقي معي أوراق ومعي حكم والله اننا بعث ما تحت موافقين ما تحت موافق عشان الابنتين هذه وانا مشي بحر مالي بحر مالي وقلنا ينزلوا يلبنوا اذا في واحد سنتي داخل الارض هذه يسلوها والله لا خرج عائلتي من داخلها لكن والله ما معاهم حق ولا اظهروا حق والضابط هذه وراقي ها هذه وراقي بالارض شعطه لاننا ما معي الزراط مسكين رحم الله والله العظيم والله ما كنتم توقفوا إذا ما كان وقع هذه الغاغة لأنكم دارين أنكم على باطل دارين أنكم على باطل واللي نزلكم باطل في باطل والله اللي نزلكم باطل في باطل والله اللي نزلكم باطل في باطل وإنه محفظ اليرش وإنه محفظ هذا المتسوي وإنه يدي الصلاة راح وإنه الغريم أين الغريم؟ أين الغريم؟ الذي وقع على هذا أين هو؟ أين هو؟ أنتم تستوعبوا المجبر ولا ما؟ لا غريم لا غريم اللي وقع على هذا مش موجود؟ يعني إيه؟ أدفع أوقع ما أدفعش ما أوقع أنا داري ما بشك دم أنت عبد مأمون أنا صورنا صورنا عادي أنا صاحب حق وأنا صاحب حق وأنا أطلب من السيد عبد الملك إني يدي حقنا إحنا في دولة الصدق والأمانة ما فيش حق اخربوا أبوه والله على قول أنتم والله ما بعلك شيء عبد الله والله عليك شيء نزلتكم سحبة الأواليه كلها مصور لابنتين عادي والله اننا اصور والله ما انا خايف انا على حقي والله لو تصوري ما صورتي انا على حقي واذا كان ماليش حق والله العظيم اخرج انا وعائلتي من داخل يا ما سيدي وقزي اذن مامورين وخاله خلي ماما خلي حجر الله يا شيخ المره الاولى جاهز وروها لهنا العسكر عجوز بين القلب والسكر والضغط والله ما لها الا 3 أشهر على ما عملت العمليه وقعوا هزوروها لهنا وخربوها نكه ادوا لهم 2 مليون او 1.5 مليون وقعوا اعملوا لهم 5 بلوك وين القضاء احنا نطلب الحكومه حق احنا ما نستشاق جماعة الخرب انا على حقي مشيش باطل والله اننا على حقي يلبنوا الارض يلبنوها من الطرف للطرف وحقي بصيرة منفردة لحالها لبنة وربع ثم يقولوا يمتلوا الان اذا طلع 1 سنتي احنا نقول 1 سنتي اذا طلع زيادة والله العظيم والله لا اخرج الان انا وعائلتي وهدوها يلا هدوها فوق النسوان انزل اثبت حقي بينكم يا جن بالكم صلوا على رسول الله انزل حقي اثبت حقي وريتك وانا قصعت اوراقي نزل دخلوا في المدرو تقول الله تقول الله احنا في المدرو كم عمري صحيح ما لا سبت ولا غلط هو تسجيل مسجل اذا غلط يا اخي حاكمونا انا صاحب حق مثبت حقي هذه اوراقي وهذه اوراقي تعال سهله شنو الاوراق اللي قصعنا الان شنو الاوراق
شلوا الاوراق، اسالتك بالله سيدي شلوا الاوراق اللي قص عن الضابط، تعس اللي انا باينه هذا هو القص عنه. محمد لما تفهم حاج محمد لما احنا مع الاوراق الضوء ما يمسح على الارض المزي عليه اهتم اهتم ام ماذا بنقول لك هنا اهتم محمد وصل الوليد الدستور بس ما يدوش يعمل احد يوقف لا 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 حق المحكمه ما ينفعش مع محمد يا الله احنا ولا متصل بطين يا رب ارضي انزلوا يهدوها وهي حقي ارضي هو